فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية حائض قال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ يقول: ما معنى هاتين اللفظتين؟ هذه تجري على اللسان، عقرى يعني معقورة ناقتها، حلقى محلوق شعرها، هذه كانوا يقولونها، لكن هذه تجري على اللسان ولا يقصد معناها بعد ذلك. نعم.